انما دلوقتي ليه ما ناكلش لحم الحمير؟ عشان خدنا خلاص حصل على ايه لحم يا تامر بين الحقبتين دول؟ علشان انت تقبل انك تاكل لحم حمار؟ لا طبعا ما اقبلش، بس غالبا كلت. طب ليه عايز الناس تقبل؟ مين قال لك الجمله دي؟ جبتيها منين؟ ان منك تفسير السؤال بتاع انت قلت ليه ما ناكلش لحم حمير؟ لماذا لا ياكل المصريون لحم الخيول والحمير؟ في فرق ما بين كله او لماذا لا ياكل المصريون؟ انت مصري يا تامر، لماذا لا تاكل لحم حمير؟ عشان حرام. بسالك اهو عشان حرام. لما طلع دار الافتاء وقال لك منهي عنه، انا ما كنتش عارف المعلومه دي بالمناسبه، منهي عنه. يعني كانت معلومه غلط قلتها. اللي هي ايه؟ تراجع بقى فيها واعتذر ونخلص. على فكره انا مش هعتذر عن، انت عارفه ان انا اكتر واحد بعتذر وفاكر الاعتذارات وبحترم الكتير. فيك ده، لكن لما تعملي شغلك انا مش مسؤول عن التاويل بتاعه. هو مسح الفيديو مش اعتذار؟ لا، مسح الفيديو اللي هي نشيل وجع الراس بسبب السوشيال ميديا. هو في حاجه بتروح؟ ده كل المواقع الاجنبيه نشرت الموضوع، قنوات التيك توك والفيسبوك والسوشيال ميديا اتكلمت عنه، مفيش حاجه خلاص يعني بتروح. على فكره ما انا بقول لك، انا هو رغم احترامي لقرار القناه، بس انا مسؤول عن كلامي، انا مسؤول عن كلامي. لماذا لا ناكل كذا ولماذا لا ناكل كذا، وعايزين الراي العلمي والراي الشرعي. طالما انا بعمل شغلي اللي هو التحقيق اللي هو الانفستيجيشن، انا ماليش علاقه، انا بعمل شغلي صح. طب انا هقول لك انت ليه قلت الكلام ده. ليه؟ نزلوا الفيديو. لاني كنت قاعد بتفرج ومستمتع. على ايه بقى مستمتع؟ هقول لك على ايه مستمتع. اولا حاجه حلوه انت تركبي الترند، يا سلام، حد طيب رغم انه والله يعني صدقا يعني لم اسعى اليه، لكن لما الناس تقول لك ان انت راكب الترند يومين ورا بعض ولا ثلاث ايام ورا بعض، دي حاجه تسعد، حاجه كويسه. تمام، حتى لو الناس مختلفه او متفقه مش مهم، بس في النهايه ترند. صحيح، مختلفه او متفقه مش مهم، يعني بعد العمر ده كله والشهره دي كلها انت لسه محتاج تركب ترند؟ لا مش محتاج، بس ولو بهجوم الناس وناس مختلفه. ما ده كلامك، ما تقوليش صح. خدت بالك من الجمله اللي قبليها انه صدقا والله لم اسعى اليه؟ سمعت الجمله دي؟ ايوه، بس لما يجي لك اسبوع سايب الناس تتكلم ومبسوط وسعيد. هو لما يجي لك الخير انت مبسوط بقى؟ طبعا، لما يجي لك الخير ارفصه على راي الحمير. يعني ربنا سالك ترند وقاعده تتفرجي والترند عمال يكبر ويعلى؟ هو يعني عايزه اعرف، هو في خير بشتيمه؟ في خير بكل حاجه. اه والله اختلف معاك. لا بالعكس، يعني انت بالنسبه لك حتى الشتيمه حلوه. حتى الشتيمه خير، عارفه ليه؟ اقول لك وجهه نظري. اه طبعا فكره الشتيمه طبعا مش حلوه بصفه عامه، بس فكره ان حد اهتم والحد ده بقى كتير، ده معناها ان انت ليك وجود مؤثر. لو انت بتقول كلام عبيط بس انت مش مؤثر ومالكش وجود، حدش حتى يفكر يشتمك. انت فرقت ايه يا تامر عن اللي بيطلعوا فضايح على نفسهم؟ فضايح فرقت ايه؟ ان انا ما عملتش فضايح على نفسي. لا فرقت ايه عنهم ان هم مبسوطين بالشتيمه؟ لا، في ناس بتطلع تعمل حاجات زي كده. لا انا بتكلم عن الاعلام الكبير المحترم تامر امين. مزبوط. مش بتكلم على اي واحده من الناس الصغيره اللي يعني. مليون في الميه كلامك مظبوط، بس لا. في النهايه انت راجل تقيل بجد، يعني مش جمله، يعني انت اعلامي تقيل. ربنا يكرمك. لما انما يشتموك اسبوع وانت مبسوط؟ على فكره انا مبسوط من الحاله مش من الشتيمه. عمرك ما هي الحاله شتيمه. لا بالعكس، محدش كان بيشكر فيك. لا ولا حد كان بيدافع عنك. ثانيه واحده. لا بالعكس، ده في ناس ابتدت تخش في الاراء الفقهيه، والناس ابتدت تخش وتجيب انه في تجارب في دول مش عارف ايه بتاكل خيول بس مش عارف ايه، وبتاكل كذا ومش تاكل. هو ثانيه واحده، مش في كوريا كانوا بيهاجموك؟ ما يهاجموا. على فكره انا لما بقول كلامي، وانت عارفه المبدأ ده من سنين طويله قوي قوي، انا اخر مذيع في الدنيا يقول كلام عشان يجيب تسقيف، ما بعملهاش. انا بقول كلام اللي مقتنع انه متوافق مع شغلي. مش حاسه كده، مش حاسه. رايك واحترمه، بس في النهايه انت عايز تجيب ترند، حاسه كده. على فكره حتى لو اتفقت مع كلامك، انت بتقول انا مبسوط. ما انا بقول لك اهو، حتى لو اتفقت على كلامك مش عيب. اه يعني بحث عن الترند في زمن الترندات وزمن السوشيال ميديا. احبك وانت بتعترف بقى. طبعا اعترف، يلا بقى. ابقى مجنون لو حلو ده. ان اي مذيع في مصر دلوقتي، مصر، وهو بيشتغل لا يفكر في الترند.
ابقى كذاب واي حد يجي هاتيك وشي احط عليه. لا يعني ممكن يكون بيفكر في شغله وفي الترند، وشغله الترند هو اللي بيجيب الترند. الترند وفي نوعيه بتعمل زي ما انت بتقول. طبعا طبعا، بس مش تامر امني. آه عندك حق، بس انا بقول لك اذا كنت هتصدقيني في نوايا الصادقه وقتها وانا بعملها منهم. خلاص يا تيم. اه لا ماشي. انت بقيت في الليسته دي خلاص. ماشي، الباحثين عن الترند. عشان كده هروح بقى للي بعده. روحي اللي بعده.